والارمي كمان طالع فاشل. موضة ووتر بروف ارمي. هو تقريبا انا اللي انا شايفاه تقريبا ده ارمي تقريبا صح؟ ووتر بروف اصلا. هو الووتر بروف برضه موضه يعني، بس بحسه ما بيدفيش بقى. يعني لو مبطن من جوه زي كده، هو مبطن فير من جوه كله كمام وكله، فهيبقى مدفي شويه. ده اكيد هيبقى مدفي كتير. طب كمان كلمني بقى يا ديفيد عن الـ عن هي الـ دي الجاكيت دي خامه ووتر بروف. مبطنينها فرو. أوكي. هو في نوعين فرو، فرو بيبقى هايش، في فرو اسمه فرو المكتل اللي هو بيبقى شكله كده. اوكي. بس احنا مبطنين كل يعني الجاكيت الداخلي من جوه بالكم بكل حاجه بالكابيشون بتاعه والدريس برضو. الدريس ده اصلا اوف شولدر، نازل اوف شولدر والهاي نك. اوكي. بس حلوين قوي 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 يعني، لا بجد يجننوا ما شاء الله. ده من الحاجات اللي اشتغلنا عليها السنه اللي فاتت وكررناها السنه دي. الارمي تاني من السنه اللي فاتت شغال. الجاكيت ده اكتر حاجه نجحت معانا في الكولكشن بتاع الشتاء اللي فات. والسنه دي انا شايفه ان السنه دي برضو الارمي عامل غزو رهيب يعني. كل حاجه. طب وينفع نلبسه مثلا على جينز او يعني على اي حاجه؟ على اي حاجه. على اي حاجه، جينز، على اي بنطلون اسود، جينز عادي، جينز فاتح، اي حاجه هيليق. حلوه قوي. طب قولوا لي الالوان السنه دي بقى ايه ديفيد؟ الالوان السنه دي الماستر، لون الماستر هو رقم واحد، في بعديل النود او الكشمير برضو. ده من السنه اللي فاتت برضو. ده من السنه اللي فاتت ومكمل بس على بسيط السنه دي. البيربل نازل موضه جدا برضو، والفواتح متهيألي نازله برضو. يعني انا شفت بلوفرات لونها بينك يعني مش الفواتح طول عمرها موجوده. بالظبط. ده ايه بقى؟ دريس. ده دريس. ده دريس كارو. الكارو برضو موضه جدا قوي. الجاكيت ده فرو برضو مع هاي نك. طب بتفضل لما بيبقى مثلا اوتفيت زي ده الطالون من تحت بيبقى كده هاف، ولا بيبقوا فيه البوتات اللي هي طالعه في كده وفي كده؟ ممكن كده وممكن كده، على حسب هي هتبقى حابه ان هي تلبس ايه. ممكن كده هيبقى حلو، وممكن الطويل برضه يبقى حلو. لا بس بجد يعني الكولكشن حلو قوي قوي قوي. يعني انتوا الاثنين مع بعض بتاخدوا اراء بعض، ولا بيبقى في خناقات بقى؟ احنا ما بنعملش حاجه غير بنتخانق تقريبا. فعلا جيت لك على الجرح وجيت لك على الجرح. هي شده الشغل دي دايما بتبقى موجوده. مين رايه بيمشي، انت ولا هو؟ اكيد الستات طبعا. انت بتفكري في ايه يا ايه؟ ساعات وساعات. بس يعني هو برج الاسد بيبقى هو اللي بيحب انه يسيطر في اي حاجه. هو برج اسد. وانت وانا دلو. لا احنا عايزين لو سمحت الدلو يفرض سيطرته شويه. لا بس هو في حاجات رايها قشطه يعني، بنتفق مع بعض في حاجات وحاجات يعني. بتفتحوا مثلا بتشوفوا بره الموضه عامله ازاي، ولا انتوا بتبقوا انتوا الديزاين بتجيبوه من دماغكم؟ لا لازم ابقى متابع بره في ايه. بس دايما لازم اخد المناسب للشعب المصري او الموضه العربيه طبعا، بما يتماشى مع العادات والتقاليد بتاعتنا يعني. بس طبعا لازم بنتابع يعني، في كذا حد بنتابعه بره وفي كذا براند. اكتر حاجه بقى السنه دي يعني انتوا شايفين زي ما بنقول كده بالبلدي عليها الطلب، يعني حاجه بتخلص وتعملوا منها تاني، ايه اكتر حاجه؟ الجينز والفي. الجينز؟ الجينز ده حاجه. الجاكيت ولا الايه؟ اوكي. الكولكشن بياخد منكم وقت تقريبا قد ايه؟ يعني انتوا الكولكشن الشتوي ده بقالكم قد ايه بتحضروا فيه؟ بقالنا تقريبا شهرين. هو لسه الكولكشن لسه يعني عاملين فوتوشوت من اسبوع. هو موجود برده على البيج بتاعتنا على انستجرام وفيسبوك، وموجود في الستور. بس هو بياخد حوالي يعني شهر ونص، شهرين بالكتير ماكسيمم. بس وبنعمل حوالي تقريبا عاملين حوالي 10 موديلات لحد دلوقتي. بيبقى كل كولكشن 10 يعني في الشتاء 10 موديلات بس؟ لا ولا يعني بيبقى لسه في كولكشن تاني ان شاء الله كمان اسبوعين ثلاثه هيكون فيلفت كله. اوكي. يعني هو نازل على الكريسماس. هيبقى دريسز ان شاء الله. اوكي. هينزل على الكريسماس ونيو ييرز وكده. نفسي يعني طبعا هو اللون الاحمر كمان هو يعني اساسي طبعا، اساسي صيفي وشتوي. بس ليه ما نغيرش يعني؟ نفسي على راس سنه هو احمر واسود. نفسي يعني ما فكرتوش ان انتوا تعملوا لون تاني مختلف على نيو يير مثلا او على الكريسماس؟
هو ده حاجة أساسية وترند. أحمر وأسود. هو أحمر أو أسود. هو أصلا كل الناس بتيجي تسأل على الأحمر. أوكي. فهو بس أنتوا بتعملوا سواريه ولا ما بتعملوش سواريه؟ يعني ما فيش عندكم سواريه؟ لا إحنا ما بنعملش سواريه، بس إحنا المفروض هنبتدي إن شاء الله قريب إن إحنا نعمل فساتين سواريه وكده. آه طب ده حاجات سواريه، جامب سوتس، دريسز بتاع. إيه ده، في ممكن جامب سوت سواريه؟ آه طبعا. على حسب بقى القماشه يعني. اوكي. الطرازه كلها بتاع بيبقى برضه. عايز اسالك عن القماشه بس خلينا نتكلم عن الاوتفيت اللي جاي ده، كاجوال كاجوال اهو، البينك اللي كنت بقول لكم عليه بالظبط. وده ينفع على فكره يعني ممكن يتقلب يبقى مثلا يعني ابريمي دي الجاكيت ما يبقاش كاجوال يعني. هو ممكن ابريمي دي، ممكن سواريه برضه لو حضرتك ممكن سواريه يسهر بالليل في حته او كده. وده دي الخامه دي تقيله جدا بجد؟ دي باللغة السوكة بيقولوا عليها دفاية. اه بس امال انا ليه حسيت ان هو خفيف بس يعني؟ بالعكس. لا خالص تقيل. تقيل جدا. ما انا يمكن قبل الهوا كنت بقول لك انا ما يهمنيش شكلي، انا يهمني ان انا ابقى متدفية. مش فارق معايا. تقيل جدا يعني، حتى لو لابسه تحتيه حاجه سواريه برده كات او كده هتبقى هو بيدفي جدا. حلو قوي. وفي بقى مدخلين كذا لون في بعض في الجاكيت يعني. احنا السنه اللي فاتت كنا شغالين الفير لا هو لون واحد ستاندرد يعني، مثلا بينك اسود بيج. المره دي بيج، حبينا نغير ونشتغل يعني ندخل الالوان في بعض. لا حلوه قوي بجد.